اهلا بكم مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم في هذا الصباح واول فقره حواريه وبنتكلم فيها عن الاقتصاد المصري بعد نجاح مؤتمر يوروماني اللي عقد في دورته ال20 منذ ايام قليله في القاهره. الحقيقه ان هذا المؤتمر رغم انه بيعقد كل عام لمده 20 سنه لكنه تميز هذا العام بانه مختلف متميز، لانه اولا بيتكلم عن مستقبل مصر من خلال عنوانه تمويل المستقبل وازاي نجذب مزيد من الاستثمارات للتشغيل في مصر والقضاء على البطالة وتشغيل الشباب والارتقاء بمصر إلى مرحلة اقتصادية أخرى، كمان لأنه جه بعد قليل من افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بحضور زعماء العالم كله، وبالتالي كانت مصر في هذا المؤتمر واقفة على أرض صلبة وكانت بتعرض مشروعاتها ومواردها وامتيازاتها الاقتصادية المختلفة بقلب جامد، وبتأكيد ده اللي خرج في تصريحات المسؤولين اللي حضروا المؤتمر سواء كانوا محليين أو دوليين، وأشادوا فعلا بتنوع موارد الاقتصاد المصري. خلونا نعرف ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ عبد الناصر محمد، مدير تحرير جريدة الاقتصادية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. نتكلم مع حضرتك طبعا بالتفصيل عن هذا الموضوع، لكن بعد ما نشوف تقرير عن مؤتمر يوروماني ونعود بعده من جديد. وسط جهود متواصلة تقوم بها الحكومة من أجل جذب الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، جاء انعقاد الدورة ال20 لمؤتمر اليوروماني بالقاهرة بمشاركة أكثر من 1000 شخصية اقتصادية محلية ودولية. المشاركون في المؤتمر أكدوا دور القطاع الخاص والعام في مستقبل التمويل بمصر، معربين عن تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري، وأوضحوا أن مصر أصبحت أفضل من دول الخليج في مجال البنية التشريعية وسهولة تأسيس الشركات، وطلبوا الحكومة بوضوح التشريعات التي تصدرها خاصة فيما يتعلق بالضرائب وكيفية تطبيقها. المشاركون في المؤتمر أشاروا إلى أهمية مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدين أهمية هذا المشروع البالغة في نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا ولجذب الاستثمارات. أكد عدد من المسؤولين المشاركين بالمؤتمر أنه تم إعداد عدد من القوانين التي من شأنها دفع مجالات الاستثمار والتمويل في مصر، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصري لديه جميع المقومات التي تؤهله للتقدم واستعادة معدلات النمو إلى ما بين 6% و7%. وخلال المؤتمر تم استعراض العديد من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها والفرص الاستثمارية الموجودة في السوق المصرية والتسهيلات التي تقدمها الدولة، وشملت المشروعات التي تم البدء في عملية الترويج لها مشروع محور قناة السويس، بجانب تعريف العالم بالإصلاحات التي نفذت خلال الفترة الأخيرة والإصلاحات التي تسعى الحكومة لتطبيقها خلال الفترة القادمة حتى يستعيد الاقتصاد عافيته. عدد من رؤساء الشركات الأجنبية الذين شاركوا في المؤتمر أكدوا أن مصر جاذبة للاستثمار، حيث تم ضخ استثمارات جديدة، مشيرين إلى أنهم يعملون في السوق المصري منذ أعوام عديدة. وأكد آخرون أن مصر جاذبة للاستثمارات وبها فرص واعدة في العديد من المجالات لكونها من أكبر الأسواق الجاذبة في المنطقة. اهلا بحضراتكم مره تانية، وبنبدا حديثنا مع ضيفنا الاستاذ عبد الناصر محمد، مدير تحرير جريده الاقتصاديه. استاذ عبد الناصر، يعني بعد انتهاء فعاليات هذا المؤتمر كيف استفادت مصر منه من خلال عرض مواردها الاقتصاديه المتنوعه، افاق الاستثمار فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك طبعا مصر استفاد بشكل كبير جدا، اكثر من 1000 شركه عالميه شاركت في مؤتمر اليوروماني الدوره ال20. استقرار المناخ الاستثماري في مصر شجع العديد من هذه الشركات الدولية بالإضافة لبعض الوفود في مؤتمر اليوروماني، أكدت على حرصها الشديد على أنها إن شاء الله يعني أن المناخ التشريعي في مصر والاستثماري هيساعد على جذب هذه الاستثمارات، وأكدوا أيضا في ختام المؤتمر أن هم عازمين على إقامة على ضخ رؤوس أموالهم في مصر. فدي كلها استفادات حقيقية حققها الاقتصاد المصري خلال هذا المؤتمر، اللي حضرتك زي ما سبق وذكرت أن هو بالفعل هو جاي في وقت حساس قوي،
جاي بعد إنجاز تاريخي كلنا حققناه بأيدي وسواعد مصرية حقيقية، وهو قناة السويس الجديدة. كان في تركيز من هذه الشركات والوفود على ان في ضخ استثمارات في محور قناة السويس الجديدة. ايضا ده يؤكد ان هناك استقرار فيما يتعلق بالناحية الامنية، ويمكن زي ما حضرتك عارف ان رأس المال بطبيعته جبان، فبالتالي لما بيستقر المستثمر من الناحية الامنية فده بيشجعه على ان هو يضخ استثماراته داخل مصر ان شاء الله. طيب يمكن المؤتمر كان فيه مشاركات من جهات دوليه اقتصاديه رفيعه المستوى، يعني كان عندنا البنك الدولي، مؤسسه التمويل الدوليه، الوكاله الامريكيه للتنميه، بنك اليابان وغيرها. دلالة مشاركه هذه الجهات والتصريحات اللي خرج بها المسؤولين زي مثلا مستشار المؤتمر الاقتصادي ريتشارد بانكس اللي قال ان مصر بتتميز بمواردها الاقتصاديه المتنوعه، اللي كتب مقالة وقال فيها ان مصر استطاعت اجتياز ازماتها الاقتصادية باقل خسائر وبشكل نموذجي. كل ده يدينا دلالات ايه على نظرة العالم لينا اقتصاديا، وازاي نستفيد من ده في المرحلة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وحضرتك النظرة دي اتغيرت يعني بشكل سريع قوي بعد يناير وما حدث بها من فوضى كبيرة في البلاد. كان النظرة متشائمة قوي، ويمكن كل هذه الكوادر اللي حضرتك بتتكلم عليها كان ليها آراء مختلفة تماما عن آرائها الحالية. استطاعت مصر ان هي تعطي رسالة عقب ثورة 30 يونيو بان هناك استقرار حقيقي فيما يتعلق بالمجال الامني والمجال الاقتصادي والقطاعات المختلفة. كل ده ساعدنا على ان احنا نعطي رسالة للعالم كله على ان هناك استقرار، ورغم كل المحن التي مر بها الاقتصاد المصري او مرت بها البلاد خلال الفترات الماضية، ورغم الانهيارات التي وقعت في المؤشرات الاقتصادية، ورغم حالة الاضطراب اللي موجودة على كل حدودنا، ورغم ذلك انت ما زلت تسير على خطى ثابتة، استطعت انك تحقق العديد من الانجازات الاقتصادية في هذه المرحلة الشديدة الحرج. البنك الدولي على سبيل المثال يعني خلال ايام بيوقع مع مصر، ودي تؤكد ثقة البنك الدولي في الاقتصاد المصري او ثقته في المجال في القطاع السياسي خلال الفترة القادمة، بيوقع قرض قيمته مليار دولار مع وزارة التعاون الدولي علشان نقوم بعمل صرف صحي او تطوير بنية الصرف الصحي في 7 محافظات مصرية. ده يؤكد، وده يقام على يعني خلال ايام خلاص هيوقع العقد، ده يؤكد على ان احنا يعني قدرنا نكسب ثقة هذه المؤسسات مرة تانية، ويؤكد على ثقتهم هم ان مصر عازمة فعلا على تحقيق النمو الحقيقي والنهضة الحقيقية. طيب لو خدنا عنوان المؤتمر وهو تمويل المستقبل، وكلمنا عن اطر وبدائل التمويل الاقتصادي المستقبل المصري في المرحلة المقبلة، وده كان جانب هام جدا من مناقشات المؤتمر، وتم الحديث فيه عن تمويل مصر اقتصاديا من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر او من خلال ادوات الدين والقروض زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي، ومن خلال مشاركه القطاع الخاص. افضل البدائل الممكنه اللي تناسب المرحله الاقتصاديه الحاليه والاقتصاديه من وجهه نظرك؟ هو حضرتك المؤتمر ناقش بالفعل حضرتك اوجه التمويل، باعتبار ان زي ما حضرتك ذكرت ان هو اسمه اصلا تمويل المستقبل. نعم. بالنسبه لمصر يعني برضو احنا هنرجع برضو لشهر مارس الماضي للمؤتمر الاقتصادي اللي عقد في شرم الشيخ، اللي الرئيس فيه اكد على ان احنا علشان نحقق ننفذ المشروعات القومية الكبرى احنا محتاجين تريليون جنيه، يعني 1000 مليار جنيه، محتاجين ده على اساس انك انت بالفعل تحقق نهضة حقيقية. بالنسبة اللي احنا محتاجينه في الوقت الحالي، احنا محتاجين زي ما ذكر اشرف سلمان وزير الاستثمار ان احنا محتاجين 400 مليار جنيه في استثمارات محلية، وقرابة 10 مليارات دولار
استثمارات اجنبيه مباشره. لو ده تحقق ده اللي ممكن يرفع لنا معدل النمو ويصل الى قرابه 5% ده خلال الثلاث اربع سنوات اللي جايين، بكتير على 2019 نكون حققنا هذا المعدل اللي هيكون معدل مرتفع في ظل الاضطرابات الاقتصاديه والسياسيه اللي مرت بها البلاد خلال السنوات الاخيره. مؤتمر اليوروماني يمكن ذكر المشاركون في هذا الامر، ذكر ان هو ان محتاجين لاوجه تمويل سواء محليه او دوليه. البنوك المصريه في الوقت الحالي عندها قدره كبيره على تمويل الاستثمارات اللي موجوده والمشروعات القوميه اللي ممكن في المستقبل ان هي تنفذ ان شاء الله. بالنسبه احنا عندنا 1.7 تريليون جنيه موجوده ودايع في البنك في البنوك بشكل عام، 40% قروض، 40% منها 40 قروض بالنسبه للقطاع الخاص والحكومه بشكل عام، 40% ايضا صكوك وسندات خزانه، كل دي حضرتك وزون خزانه ايضا، كل ده حضرتك يعني المؤتمر قال ان احنا علشان نقدر نمول بالفعل المشروعات اللي تحتاجها مصر لابد من تنويع مصادر التمويل سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. المؤتمر يمكن اعطى رساله قويه جدا لمؤسسات التمويل الدوليه سواء البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او غيرها من الجهات المانحه، اعطى رساله قويه على ان في ثقه في الاقتصاد المصري، في تفاؤل بمرحله نمو حقيقيه ان شاء الله من الممكن ان هي تتحقق خلال الفتره القادمه. طيب احنا شايفين على الشاشه يمكن محور قناه السويس الجديد، يعني بالتاكيد هذا المشروع العملاق الضخم اللي تم افتتاحه قبل ايام من المؤتمر لم يمر مر الكرام خلال مؤتمر اليوروماني هذا العام، ازاي تم تناوله والتركيز عليه وعرض امتيازاته من الجانب المصري وردود الافعال ايضا من الجهات الدوليه الاقتصاديه المشاركه في المؤتمر ازاء يعني المشاركه في المشروعات المزمع اقامتها على جانبي قناه السويس الجديده وسبل تمويل هذه المشروعات هتكون ازاي؟ الحقيقه يا فندم هو الجانب المصري عرض المشروعات بشكل ايجابي جدا مع التاكيد، ويمكن يعني واضح ان في تنسيق كبير قوي ما بين القياده العليا وما بين الحكومه وما بين المشرفين واللي شاركوا في هذا المؤتمر. بالنسبه للرئيس كان بيتكلم في نفس التوقيت بمناسبه عقد هذا المؤتمر في مصر، كان بيتكلم في مقال للتليجراف اكد فيه على ان مصر عازمه على توفير بنيه تشريعيه جديده لتشجيع الاستثمار مع مراجعة بعض القوانين، ويمكن ده هيدخلنا في إطار المرحلة الخطيرة اللي مصر عايشاها في الوقت الحالي وبتمر بيها، وهي مرحلة استكمال خريطة الطريق والاستحقاق الثالث وهو الخاص بالانتخابات البرلمانية اللي الرئيس بيعول عليه كثير من الامور اللي هي ان شاء الله هيساعد البرلمان القادم في خلق بنيه تشريعيه تساعد على الاستثمار. ده اكدت عليه الحكومه في المؤتمر، جميع المسؤولين المصريين اللي شاركوا في المؤتمر اكدوا على ان تعهدوا امام مشاركي الدول بشكل عام في مؤتمر اليوروماني بان مصر ان شاء الله هتوفر بنيه تشريعيه جيده. هتزال العقبات. يمكن المؤتمر برضو أوصى بأن احنا يعني مثلا إن في صعوبة بالنسبة يعني فهم المواقف الضريبية، في صعوبة في مسألة تحويل الأرباح للخارج. كل دي طبعا يعني بعض المعوقات اللي موجودة في الحياة الاستثمارية بشكل عام. مصر تعهدت بده، قدمنا العديد من المشروعات فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية بالنسبة لمحور قناة السويس، ايضا المشروعات الاخرى المرتبطة بالناحية السياحية.
كل ده مصر يعني قدمته. نعم. لاقت قبول شديد. طيب. جدا من جانب المستثمرين اللي شاركوا في مؤتمر يورو مايند. العلاقات المصرية الإماراتية بالتأكيد يعني بتحظى بمكانة خاصة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. شفنا تصريحات بنك الإمارات دبي الوطني ونظرته التفاؤلية المستقبلية للاقتصاد المصري بأن مصر بتخطو خطوات جادة في إطار جذب الاستثمار، تحقيق إصلاحات اقتصادية. كمان توقع البنك أن مصر هتحقق معدل نمو 5.5% خلال 2016 مقارنة ب 3.5% حاليا. إلى أي مدى تقديرات بنك الإمارات دبي الوطني يعني تمثل دافع للاستثمار المصري أو العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية؟ لا شك أن علاقتنا الحميمية بدولة الإمارات الشقيقة يعني ثابتة ومحدش يقدر ينكرها. نعم. ولكن بنك دبي ده بنك يعني بنك تجاري بيتعامل مع واقع السوق، ليس له علاقة فيما يربط الشعوب أو يربط القيادات في. نعم. البلدين. فهو يمكن أعطى هذه المؤشرات بناء على دراسة بيقوم بيها من وقت لآخر للاقتصاد المصري، بيعطي بعض المؤشرات نتيجة هناك تفاؤل بالفعل، خصوصا ان احنا عندنا الوتيرة اصبحت يعني اسرع. النهاردة احنا يعني يمكن من بعض الامور اللي نقشت في داخل اروقة المؤتمر ومن الممكن لم يسلط عليها الضوء، مسألة محاربة الفساد. في شهر ديسمبر الحكومة يعني بالفعل قامت بوضع استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد، النهاردة بيبان اثارها، بنلاقي ان مسألة الفساد اللي موجود في بعض المحليات يمكن بدأت الحكومة في محاربته، يمكن القيادات العليا ايضا اكدت على ضرورة اكتزاز هذه العناصر الفاسدة من. نعم. الوضع. طيب. الاقتصادي العام. اخيرا يعني نتكلم عن مشروع حقل الغاز العملاق اللي تم اكتشافه مؤخرا في المياه الاقليميه المصريه، ويمكن ده جه بعد انتهاء المؤتمر، لكن هو لا يقل اهميه الحقيقه في جدول اقتصاديه عن مشروع قناه السويس الجديده. ازاي ممكن تسويق هذا المشروع يا استاذ محمد يعني، والاستفاده منه من خلال جذب رؤوس اموال، من خلال تشغيل شباب اكتر؟ هو حضرتك الحمد لله ان احنا يمكن قدرنا نحقق العديد من الانجازات الاقتصاديه خلال الفتره الاخيره. يمكن هذا الحقل حقل زهر، استطاع يعني استطاعت الحكومه ان هي خلال الفتره الماضيه ان هي تقدم بعض التسهيلات اللي ساعدت على هذا الاكتشاف. ايضا في قرابه 60 حقل اخر في هذه في مياه البحر المتوسط، ان شاء الله من الممكن ان هيبقى ليها تسويق جيد وليها استراتيجيه جديده، ويمكن ده برضو الرئيس اكد عليه في الخطاب، وهو يعني بالمناسبه هو كان برضو كان ليه صدى في المؤتمر، هو مش بعد المؤتمر، هو يعني في نفس التزامن تقريبا يعني. بشكرك جدا الاستاذ عبد الناصر محمد مدير تحرير جريده الاقتصاديه، ومشاهدينا بعد قليل زميله امل نعمان توفيكم.